استاذ محمد يحيى، بالتاكيد سؤالي الاول، وانتم مشاركون دائما في فكره صناعه الحدث، انك تقدر تعمل احداث رياضيه، انك تقدر تصنع ابطال رياضيين، انك تقدر تراقب وتشوف وازاي تطور كل هؤلاء الابطال مع احداث رياضيه كثيره 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 شفناها في مصر هنا بقت تقترب وان لم تكن كمان تتفوق على احداث رياضيه عالميه بنشوفها في كل الدنيا، ومعانا ابطال مصريين بنشتغل على الاشخاص كمان وعلى الافراد بشكل رائع جدا. دور الشركه، احنا دور الشركه اول حاجه ان احنا تنظيم الاحداث الرياضيه العالميه او الافريقيه على ارض مصر، رعايه الابطال ورعايه المنتخبات المصريه وتوفير الاجواء اللازمه علشان يتقدموا في البطولات العالميه. تالت حاجه تطوير والمساهمه في تطوير الرياضه المصريه وتوفير المناخ الملائم للناشئين وللابطال علشان يبقوا كل اللي في دماغهم هو تحقيق الميداليه او اللقب او الى اخره. صحيح. طبعا احنا قاعدين مع ثلاث ابطال، احنا انا بقالي معاهم من بعد الظهر معاهم. قمه في الادب والاخلاق وحاجه، ناس بجد بتحب بلدها، ناس بجد بتحب ترفع علم بلدها، هم عملوا كل اللي يقدروا عليه واحنا بنشكرهم على ملعوب في الاولمبيكس، ادوا كل حاجه يقدروا عليها، لولا اصابه او حظ مش كويس، لكن الثلاثه رفعوا راسنا ورفعوا اسم البلد، وان شاء الله اللي جاي اكتر، ترجع بالف سلامه من اصابتك ان شاء الله. طب احنا عارفين الماتش بتاعك كان عامل ازاي، ربنا مع الثلاثه يعني، مش عايز اقول لك. بس عارف يا فندم الميزه في اللي بيحصل دلوقتي وفكره تكريم مهرجان العالمين الجديد لابطال مصر، ان احنا نعرف فكره او قيمه الرياضه، انه احنا مكسب وخساره، انك تقدر تعمل اللي عليك وتجتهد وتتعب وهتلاقي التقدير برضه حتى لو في الاخر مفيش ميداليه، ولكن انت عملت اقصى ما يمكن انك تعمله فتستحق دائما وابدا التكريم. وجودك في مدينه العالمين لحد ذاته انت شايف اللي حواليك عامل ازاي. صحيح. انجاز ناس فخوره بيهم، كونستراكشن، كل الناس مبسوطه بمدينه العالمين. صحيح. فلما مدينه العالمين تستضيف مع الشركة المتحدة، تستضيف في مهرجان العالمين الأبطال دول، العلاقة واضحة جدا، هو نجاح، مكان ناجح بيستضيف ناس ناجحة جدا، عشان نقول لهم قد إيه إحنا بنشكرهم على اللي عملوه. مش لازم هم ما جابوش ميداليات بس، مركز رابع ومركز طلع يعني واتعور، كان طالع فضة، فالناس عملت اللي عليها فلازم. صحيح. نشكرها. صحيح. ومفيش شكر أكتر من الجو اللي إحنا قاعدين فيه الجميل ده، ناس حواليك بتتفرج عليك، ناس بتعرفك أكتر، بتشوف انت مين اكتر، بتعرف اتصور معاك، فيا جماعه احنا بس بنقول لكم شكرا، يعني بس شكرا بكل على اللي عملتوه، تعبتوه بقالكم سنين، مش الاسبوعين اللي فاتوا في الاولمبيكس، انتوا بقالكم سنين تمرين في تمرين في تمرين، فبس احنا بنقول لكم شكرا على كل حاجه عملتوها.